هو دعني بونابرت هو يعني قفشني قوي يعني ابتدى هو يكتفني لطبيعة العمل نفسه طبيعة العمل وفي نفس الوقت لا هو خلاص ابتدى ايه يشوف مني فيا حاجة ممكن ابقى ممثل اطيع له احقق له اللي هو عايزه فابتدى يكتفني بقيت انا حاسس ان انا حتى كمان كان فيها لغة فرنسية فبقت اللغة مع تكتفته ما بقيت انت مش مرتاح مش مرتاح يعني وخصوصا ان انا من وانا صغير بلعب شخصيات انا بفكر فيها يعني فاهم حضرتك ابتدى بقى اليوم السادس يجي كان تميل اليوم السادس ده حاجه تانية خالص يعني شخصيه تانية خالص بعيد عن يوسف شاهين وبتاع ورداتي فجي قال لي ايه انا عايزك تبقى طبعا وداني بونابرت انا كنت بساعده في السيناريو كمان يعني وصلت مرحله كمان ان انا ايه مش بس ممثل لا انا كمان بقيت بفكر واقعد اعرف ازاي السيناريو بيتكتب وازاي بيتعمل ويعني طبخه السيناريو وازاي بيقعد السيناريو ده يمكن سنه ولا سنتين يقعد يكتب فيه ويقطع ورق ويغير ورق وابتدي ندور على شخصيه تانية وازاي الشخصيه تتطور ازاي ومشاعرها ازاي في المواقف تحصل فيها ايه يعني ايه الطبخه دي ابتديت اتعلمها في المعهد وفي نفس الوقت مع يوسف شاهين رحمه الله عليه.